كشفت أرقام وزارة الداخلية الإسبانية أن معدل الهجرة غير النظامية المتعلقة بمدينتي سبتة ومليليا شهدت انخفاضا واضحا بعد توقيع البيان المشترك بين المغرب وإسبانيا، والذي تلا زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى المغرب ولقاؤه بالملك محمد السادس بتاريخ 7 أبريل 2022، وذلك بعدما كانت تدفقات المهاجرين غير الشرعيين على المدينتين من أكثر المشاكل التي تؤرق بال السلطات الإسبانية خلال فترة الأزمة الدبلوماسية. وكشفت أرقام الداخلية الإسبانية أنه خلال الفترة ما بين فاتح أبريل و 15 غشت 2022، دخل إلى سبتة ومليليا 651 مهاجرا بشكل غير نظامي عن طريق الحدود البرية، في حين وصل عددهم خلال الفترة نفسها من سنة 2021 إلى 954، أي بتراجع قارب الثلث، علما أن شهر أبريل هو الشهر الأول الذي تلا رسالة سانشيز الملك محمد السادس بتاريخ 18 مارس 2022، والتي أعلن فيها دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية باعتباره الأكثر واقعية وجدية ومصداقية لحل الصراع. وبرز هذا التراجع مباشرة في الشهر نفسه الذي شهد اجتماع الرباط حين وصل 147 مهاجرا مقابل 260 خلال الفترة نفسها من العام السابق. وفي شهر ماي تراجع العدد بشكل أكبر حين وصل 83 مهاجرا فقط مقابل 234 مهاجر قبل عام دون احتساب الموجة الأكبر التي وصل خلاله الآلاف. أما شهر يونيو فكان الوحيد الذي شهد ارتفاعا حين انتقل العدد من 3 إلى 255، وفي يوليوز وصل 116 مهاجر عوض 404 قبل سنة، بينما دخل 47 مهاجرا في الأسبوعين الأولين من شهر غشت بدل 53 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.